من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. أول رئيس مصري في قمة العشرين، وفورين بوليسي الفرعونية أصل حضارة الصين، الجيش يكشف مؤامرة لبن الأطفال، السعودية لم نتعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين الحجاج. وإليكم تفاصيل النشرة. أول رئيس مصري في قمة العشرين. فقد وصل رئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة هانغو الصينية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وقال سفير مصر لدى بكين مجدي عامر إن قمة العشرين مهمة جدا لمصر، وهي المرة الأولى التي نشارك فيها وبدعوة من الرئيس الصيني، موضحا أن الدولة التي تستضيف القمة يمكنها دعوة دولتين أو أكثر لحضور القمة. وقد اختارت الصين مصر وكازاخستان، حيث إن مصر دولة مهمة على طريق الحرير وموقع قناة السويس حجر الزاوية في المستقبل، ومصر لديها فرصة زيادة الاستثمارات الصينية لتقليل العجز في الميزان التجاري. وفي سياق آخر، أوضحت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الحضارة الصينية القديمة تستمد جذورها من الحضارة المصرية، وذلك ما أكدته المخطوطات التاريخية للمؤرخ الصيني الشهير سيما كيان، الذي قال في كتابه سجلات المؤرخ الكبير إن الحضارة الصينية امتداد للحياة في دلتا النيل، حيث أكدت الدراسات أن المشغولات الأثرية الصينية مصنعة من البرونز المصري، كما أن عصر التكنولوجيا البرونزي مصدره الرئيسي هو مصر. الجيش يكشف مؤامرة احتكار شركات للبن الأطفال. فقد أكد العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة أن بعض الشركات استوردت عبوات لبن الأطفال بهدف الاحتكار والمغالاة في الأسعار، موضحا أن الجيش تعاقد على العبوات ليصل سعر الواحدة إلى 30 جنيها بدلا من 60. فيما أكدت وزارة الصحة أنه تم تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان المدعمة، موضحة أن الدولة تدعم لبن الأطفال ب 450 مليون سنوية، ووفرت 18 مليون علبة، مشيرة إلى أن احتياطي اللبن المدعم يكفي لستة أشهر مقبلة. أحالت النيابة الإدارية رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية ومدير شؤون العاملين بقطاع التشييد بوزارة الإسكان للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية. وكشفت التحقيقات أن مدير شؤون العاملين لم يحافظ على الأموال المخصصة لمهام عمله، وامتنع عن تسليم مستندات صرف مستحقات العاملين، كما أن رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم. لا لتدويل إدارة الحرمين الشريفين. فقد أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رفضها القاطع لدعوات بعض القوى الإقليمية لتدويل إدارة الحرمين الشريفين في الأراضي المقدسة، واستهجانها استخدام أمور الدين والنعرة الطائفية لتحقيق أهداف سياسية، مشددة على أن المملكة العربية السعودية هي المختصة بتنظيم أمور الحج دون أي تدخل خارجي. من جانبها، نفت السفارة السعودية بالقاهرة صحة ما تردد بشأن تعاقد المملكة مع إحدى الشركات الإسرائيلية لتأمين الحجاج، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحفاظ على المصداقية. القدرات الذهنية لكلينتون تثير القلق. فقد كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI أن المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون تعاني من فقدان جزئي للذاكرة، موضحا أن كلينتون تعرضت لارتجاج دماغي في ديسمبر 2012، ما أسفر عن تجلط دموي في المخ، الأمر الذي انعكس سلبا على واجبيتها في وزارة الخارجية الأمريكية. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.